نحن اليوم في إدلب العز، إدلب الكرامة، نقول لا للنظام الطائفي، لا لروسيا الشيوعي، لا لإيران القاتلة. نقول لهم بإذن الله سوف تحرر من جبل الزاوية إلى درعا، وستكون هذه البلاد الصخرة الصماء التي يتحطم عليها غرور الغزاة والمحتلين. فليقرأوا التاريخ كم دفن في هذه الأرض من طغاة ومحتلين بهمة رجالهم وبسواعدهم السمراء. ونقول لأهل درعا لا ضمان لقاتل ولا مفاوضات مع مجرم. عزكم وإبائكم في ساحات الجهاد، ورايتكم سترتفع بإذن الله، واللقاء في دمشق. سنسقط حكم الأسد، سنسقط حكم الطاغية، سنسقط حكم الطاغية. طعنا اليوم مشان نقول لبشار الأسد كافي قتل، كافي تهجير، مشان نقول لروسيا خسئتي، ونقول لإيران خسئتم، خسئتم. إن شاء الله نصر الله قريب، إن شاء الله نصر الله قريب، وقادمون إليك يا درعا بإذن الله، قادمون يا جبل الزاوية، قادمون بإذن الله تعالى. أحرقوا المصحف وين الإسلام وين العالم.